وعند سكيما جلوبال سكيما عليهم كلهم، بس هي مش فيزيكال سكيما، هم داخليا وخزانين بطريقه ثانيه. اه وانا شو بساوي؟ بحط ميدياتر. شو يعني ميدياتر؟ يعني انا باجي بعمل كويت بقول له اعطيني كل الناس اللي عندهم يملكوا ارض اكثر من 10 دنم، وعندهم ارض اكثر من 10 دنم، انا بدي اصرف الاراضي، وعندهم 5 سيارات الضاد يعني من وين؟ مواصلات، وعندهم راديو ستيشن اتصالات. اتصالات. هلا الداتا وين موجوده؟ كل وزاره وزاره، كل سكيما مسكيما تبعتها. بس انا عندي جلوبال فيو، جلوبال سكيما يعني فيو انا مصممه بيزبط لكل الداتا بيسز. وانا لما اعمل كويري عمليا بدي اروح اجيب الداتا من هون، يعني انا سوري كتبت هاي الكويري اللي بدي كتبت هاي الكويري اللي قلت عنها، اعطيني كل الناس اللي عندهم قطع اراضي و10 5 سيارات و ايش كمان؟ عندهم راديو ستيشن. بيجي هذا المدياتر هلا بيعمل الكويري تبعتي ل ثلاثة كور، ثلاثة كويريز، هو بجزئها بيعمل ري رايتنج للكويري. بروح بقول له اعطيني كل الناس اللي عندهم قطع، واعطيني كل الناس اللي عندهم سيارات، واعطيني كل الناس اللي عندهم راديو ستيشن. وهو هون بيعملها بروسيسنج وبرجع لك نتيجة بعد جواب. هو الداتا ظلت في كل مطرح صح؟ الميدياتر هو اللي شو عمل؟ الميدياتر هو عمليا اللي عمل اللي بكلبه بصير الانتجريشن، كلبه بصير الانتجريشن. طيب فصار انا عمليا عندي هذا اللي بنسميه على فكره سيمانتيك ميدياشن، او بناخذ احنا الداتا انتجريشن هون عن طريق الميدياشن. طيب شفنا اكثر من اركتكتشر. انا واحد استعمل حسب الكيس. يعني انا عندي داتابيس فيها كلاينتس، داتابيس فيها كلاينتس، ريتيل سيلز، عندي اونلاين سيلز، وات ايفر. ويتش كايند اوف اركتكتشر. هاو تو ديسايد. طيب شو الاشياء اللي بناخذها بعين الاعتبار لما نيجي نعمل انتجريشن؟ هاي في عندي ليستا تو سلايدز عن بعض الاشياء مش كلها. الاوتونومي قديش الداتا بيس، قديش انا بدي كل واحد يكون مستقل، قديش الداتا يعني عشان اعرف انه اختار من هون، قديش كل داتا مستقله عن الثاني، هذا بعد من الابعاد. قديش بيلزمني، هل بيلزمني ابديتس؟ يعني هل بيلزمني، يعني هل بصير ابديتس على الداتا ولا لا؟ هل بدي داتا قديمه ولا ما بديش؟ طيب الكومبلكسيتي تبعت الكويريز، هل الكويريز تبعتي كومبلكس ولا مش كومبلكس؟ اذا انه كل السيناريوز اللي لعبتهم انا في شيء منهم زي السيمانتيك ميدياتر مثلا اخر واحد او ميدياتر، هذا احنا زحنا المشكله وين؟ صار حطينا كل المشكله في قلب الميدياتر، لانه هو بيعمل رايتنج للكويريز وباجريجيشن للريزلتس صح؟ ففيري كومبلكس الكويريز. بس ايش؟ بتقدر تسال عن اللي بدك اياه. السيرفيس اورينتد اركتكتشر برضه حطينا المشكله، زحنا المشكله ما عملنا انتجريشن، احنا زحنا المشكله وين؟ انتجريشن زحناها على كل واحد، وكل واحد هو بنته داتا من غيره عمليا هو قاعد بيعمل انتجريشن للانتجريشن. وهل ما جرب احنا فكل اركتكشر بنزاح المشكله في اتجاه على فكره يعني. ففي انه اتجاه اذا كان حسب اذا الكويري عندنا فيري كومبلكس جوز واحد من ما ينفع. برضو انها الداتا، هل بدنا الداتا تبقى كومبليت اب فيري اب تو ديت؟ يعني لما بعمل انا كويري بقول اعطيني كل الناس اللي عندهم 5 اولاد وعندهم 5 دنم، هل لما عملت كويري وجدنا الريزلتس عندك مشكله اذا هاي الداتا بقت صح لحد اول امبارح ولا بدك اياها بهاي اللحظه؟ طيب تقول لي مش مشكله.
طيب افترض انه عندي كويري، اعطيني كل الناس اللي هم سافروا على 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 الحدود. اه هي ريال تايم. هاي بدي ريال تايم. ف قصة انه الداتا تبقى ريال تايم ولا لا، برضه هذا بعد من الابعاد. الايكونوميك فاليو انتجريشن شو علاقتها مع البزنس تبعك؟ حسب البزنس تبعك على فكرة. في عندنا ولا تأتي بعرفش حكاها من زمان اللي هو كديش اصلا في ابديت على حجم الابديت على الداتا بيعني شيء. اذا 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 بدي اخذ الببلش سبسكرايب اركيتكتشر وكان حجم الابديت عالي جدا جدا جدا، الجزء هذا ما ينجحش الاركيتكتشر. لاحظين ريليفانس للكويريز مع الترانزاكشن ماشي. المانجمنت كومبلكسيتي، هل انا بقدر اصلا في كومبلكسيتي؟ يعني في حدا سالني سؤال ولا خلي منك شو بعدين سؤال احمد انه ليش نحط كل الداتا في داتا بيس واحده؟ بس في مانجمنت كومبلكسيتي، هل اصلا بجوز انا بديش اعمل بابلز خلاص كل واحد شو عنده تبعته خليها عندي. في شيء ثاني ليش هم اصلا بيقدروا يعطوني اياه؟ يعني هم اصلا بيقدروا يعطوني اياه، يعني افرض انا كنت هيك بدي، هم اصلا بيقدروا يعطوني اياه. ففي عندنا اشياء مش تكنيكال. طيب الكوست اوف هيتروجينيتي مرات حسب الكوست قد ايه انو اركتكتشر انو تكلفي من ناحيه تكلفي بطلع على الامر. ملاحظين؟ ففي اكثر من بعد لما نيجي ننفذ انتجريشن. على فكره نيجي هسه نسال السؤال، ليه ما نحط في الداتا في الاي جفرمنت، ليه ما نعمل كل الداتا بداتا بيس واحد؟ أنا بقول لي أنا ساعدوني في الجواب. أحمد. الجواب إنه بعض الوزارات أحمد تقبلش تحت الداتا. سنتين أصلاً حتى الآن مش كاملين يعطوا، مش هم يعني في كثير مؤسسات بيكبروش أصلاً يعطوا بسنس. شغله ثانيه كل وزاره تجلس فيها معلومات الوزاره الثانيه ما تحتاجهاش. كل وزاره في وزاره ثانيه تحتاجها. دكتور تكنيكال انك تحط زي ما بيحكوها بالعاميه كل وزاره تسلم واحده، يعني انه ممكن ينزل السيرفر يصير كراش للداتا بيس فتوقف كل توقف كل الدوله هيك. انت انا ريسك عالي جدا بقول لك من ناحيه سكيورتي وايز. اذا بتحط كل الداتا بيس كل كل شيء في داتا واحده حتى يعني في ناس بعفلوا بس تحط المكتب من بعد ليه؟ السردوج تنحل هاي المشكله تكون في باك اب حتى ولو ما في. لا طب انت ليه مرات بتحط فلوسك اكثر من بنك؟ ليه؟ عشان تضل بحسابك. بلا عشان البنك بجوز واحد من البنوك روح بنك اقرب بجوز واحد او بتكيش مثلا ناس تعرف كل حساب كل فلوسك فبتروح توزعها او او تخيل انت تروح تحط كل الداتا بتاعت الحكومة في مكان واحد، تخيل شو الريسك؟ ما أعلى محلولة هذا الدكتور المشكلة. لا مش محلولة. من الديستريبيوتد بيكون في عندي افيلابيلتي عالية جدا. شو هي؟ الديستريبيوتد داتا بيز يعني ما خليناش المصادر الموزعة الداتا بيز. شو يعني اسمع شو يعني موزعة الداتا بيز؟ مش قصد مقصد ديستريبيوتد يعني هسه مثلا انا بده يكون عندي عدة سيرفرات بالنهاية ممكن على 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 فكرة كلمة ديستريبيوت انا بقصد فيها يعني النص فيزيكال. لا مش بس لوكيشن، النسخة نفسها راح تكون موجودة على الابلكيشن. هاي المقصود فيها اه انت بتحكي عن الابلكيشن. ايوه بس ديستريبيوت تجاوب على ديستريبيوت. ديستريبيوت هي شيء بيشبه لما نقول ديستريبيوت اركتكتشر للداتا بيس زي داتا وير هاوس. يعني هون ديستريبيوت طب هي اه مضبوط في ناس كثير عاملين ديستريبيوتد وفي فيدريتد في ديستريبيوتد وفي فيدريتد بس في الاخر نفس المشكله. بس اهم نقطه تخيل انت هز ارضيه كنبله تخيل اسرائيل تيجي تفتح دبر كل شيء. هلا هلا طبعا كل هذا ممكن يصير ولما تبقى موزعه اه بس قديش انواع على الريسك؟ شو الريسك بالضبط تكون موجوده مع بعض؟ كمان هذا الستيليوشن فيتشر ليس
اوكي في دايناميك داتا تحتاج مثلا نحطها في نون سيكوال داتابيس مثلا كاساندرا. في داتا بتكون ستاتيك الاركتكتشر تبع ستاتيك او السكيما تبعها ستاتيك، فليش ما نحطها فور اجل؟ هلا لما تيجي تجيب لي كل الداتا مع بعض انت بدك تحطها في كاساندرا فور اجل. قصده يقول لك بدك تحشر كل الداتا الحكومي في موديل واحد، تحطها في موديل واحد مرات مش منيح، مرات بدك يعني بدك تبقى ديفرنت داتا مودلز. في اشياء ما خزنها بس عايز برضه كاني بدي بلش من الصفر، يعني ممكن يكون سبب انه بدك كمان سبب ثاني ليش نروح نهد الانظمه تبعتنا ونحط لنا نظام جديد. ليش؟ مو عندنا انظمه كامله خلص بس بنحط احنا هون في الحكومه الالكترونيه خدنا سيرفيس من الاركتكتشر. بس على فكره مش الكل شيء، انا بعطيكم مثال الضريبه، الضريبه هي مخابرات نكون صريحين. الضريبه هلا الضريبه شو يعني ضريبه؟ علي انت والضريبه؟ الضريبه بتشوف يا احمد انه ايش؟ بتدفع شيء 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 ضريبه كل سؤالها متهرب ولا مش متهرب؟ طيب وين دخل احمد؟ بيشتغل المؤسسه الفلانيه، عامل الكونسلتنسي الفلانيه، طب عنده في البنك هالكذا، طب عنده السياره هالكذا، طب زوجته عندها كذا، ابنه عنده كذا، هلو مجرد عمليا لما بدهم ينبشوا عليه منين بدهم يجيبوا الداتا؟ ها؟ لا بدهم يجيبوا الداتا، عارف شو؟ كل يوم بلزقهم الداتا من مكان، يعني عمليا بدهم كل الداتا تاع الحكومه. طيب سؤال، هل عندهم مشكلة إنه الداتا تبقى up to date لهي اللحظة ولا مش مشكلة؟ لا وكانت up to date لكم أسبوع؟ لا مش مشكلة، وقبل شهرين حتى مش مشكلة. فقد يكون سيناريو ال ال آه بعدين هل الكويريز اللي بدور عليها فيكس؟ لا معناته سيرفيس أورينتد أركتكتشر ما ينفعش على فكرة، ما ينفعلهمش سيرفيس أورينتد أركتكتشر انهم يكونوا مشابكين، ما ينفعش. ليش؟ لانه السيرفيس اورينتد اركتكتشر يعني بقول لك انه كل معلومه بدك في سيرفيس معين، يعني ما بتقدر تسال كل اللي بدك اياه. صح؟ فهم مش مهم عندهم انهم شو سووا؟ يروحوا يجيبوا سناب شوت من كل الداتا بيزز كل شهر ويشتغلوا فيها يدمجوها بطريقه معينه بالجزء اللي بيلزمهم بس عشان يدوروا على يحط رقم هويه شخص، طلع له كل شيء له علاقه في كل وزاره، مش هيك بدهم؟ أنو سيناريو؟ لا الفيرتشوال مرة هي أحسن إشي الفيرتشوال لهم، بس الفيرتشوال قد يكون كوستي. ليه ترى أقول تليو أنه أفضل إشي في الدنيا أحاول أخش إلى آر دي إف يكملوا سباركي كويس. مخابرات شو ذو المخابرات؟ برضو نفس الشيء بدهم معلومات عن الشخص في كل شيء، فلما بعمل كويري فيكس كويري كويري مش فيكس مزبوط. فنفس الشيء قد يعني بالزق فالاركتكتشر داتا على طبيعه الشيء اللي بدور عليه. هلا الخدمات الحكوميه بالمعنى انه انا بدي اقدم معامله واخذ سيرفيس الحكومي وهذا الشيء السيرفيس الاركتكتشر بيخدم هاي النوع من ايش قد يكون عندنا سيناريو ثاني في الشركات؟ بعرفش الشركات نفس الشيء لما برضو عندها داتا بتجيب في شيء مثلا في جزئيات يكون عندهم 2 او 3 سيناريوز. زي مثلا عندنا مثلا جوال والاتصالات وبعرفش هذول هم فاميلي واحد جروب واحد صح؟ فقد يكون هاي الحاله كل واحد منهم عنده داخليه داتا وير هاوس، وكمان عنده بين الداتا بيس استبعد الجوال بينها وبين حالها بدهم داتا وير هاوس، وقد يكون عندهم منهم سيرفيس اورينتد اركتكتشر عشان عندهم 3 ديفرنت سيستمز صح؟ طيب والجروب كله كل الشركات هاي عشان يطلعوا تقارير معينه قد يكون عندهم كمان سيرفيس اورينتد اركتكتشر على ليفل ثاني. لاحظين؟ طيب انا هلا بدي اعرض لكم مشكله ثانيه.
من عيار آخر. قررنا إحنا أهل غزل الصالح. ها؟ هيك المخابرات. أول شيء شو المشكلة؟ لحن وجه. قرروا دولة رام الله ودولة غزة كده وصار يعني دولة واحدة. في فجوه بين الشكل القديم. خذوا اول شيء يكونوا على مستوى وزاره الداخل يمشوا. اول شيء وين المشكله؟ اول شيء وين المركزيه؟ عشان كل واحد عنده مسكه بالدوله. نعمل بينهم سيرفيس اركتكتشر؟ لا بين وزاره القيم؟ المفروض انه يصير ليش؟ ايش الموضوع الواحد؟ لانه خلص احنا اصلا لما نيجي لما بدنا نشطب التو داتا بيز على فكره صار فيها بالفتره خطا فظيع. طيب هل في بابلي سبسكرايب اركتكتشر؟ برضه لا. كونسوليديشن عمليا بنقطع هذه ونوحد ونلغي. والمشكله مش على مستوى السكيما على فكره انتم دائما بجوز بوقكم نروح للمشكله دائما بس على مستوى السكيما لا والداتا جوا ها يعني انا او كل واحد فينا مسجل اكيد في وزاره الداخليه بغزه صح؟ مزبوط؟ احنا هلا اكيد ولا؟ في اصلا كانت مركزيه الداتا بيس تبع الداخليه بغزه كانت بغزه بعدين بعدين كل واحد اخذ نسخه عن الداتا وبلش يعدل عليه. فاذا سجلاتك قبل الانقسام موجوده هون وموجوده هون صح. فاحنا سجلاتنا هنا طب انا عدلت معلومات الداخليه اللي هون ما تعدلتش اللي هنا. طيب افرض اني مجازا رحت مره على غزه وعدلت الداتا تبعتي هنا وما عدلتهاش هون بصير ولا بصيرش؟ طب انا تعديل نقطه عقدت هي مش معقد انا مش معقدها بس الامر اصعب من هيك بكثير انه اصلا اثنين غير سكيمز لمعلوماتكم مش دافو تيبلز اثنين عند اخذوا مشاريع يحسنوا سجل السكان في ريكوردز كثير انعدمت وتعدلت فالموضوع ولا انتم تفكروا انه يعني بصير مصالحه يعني هذا الشيء بس سياسي هلا عاد نروح ايش؟ نروح نعدل كل شيء قبل فترة صار إنه غزة ضل أصدر رقم هوية ورام الله أصدر رقم هوية نفس الرقم لشخصين أصدر رقم فإجانا ناس ما طلع فيلم عن مين يتعامل كان مع جهة فصار في قدامنا سيب العيس في قد عنده أي سؤال ثاني؟ تعالي لا أعطيكم